دكتور. احنا كاخوات بادئين مشروع من 6 سنين، من 2013. ابتدينا الموضوع، احنا بنحب الحاجات بتاعت ميد قوي عشان الروح بتاعتها والسبيريت بتاعتها. فاحنا ابتدينا ان احنا نعمل حاجات بايدينا الاول، بعدين ابتدينا نعرف الحاجات كويس قوي، ابتدينا ندرسها مع الثيرابي ونستخدم الروح اللي موجوده في مصر من والفن اللي موجود في مصر في الحته دي بالذات. فابتدينا نعمل الخزف، ابتدينا ان احنا نشتغل مع الثيرابي نفسه ونحاول نطور من الحاجات التراديشنال اللي احنا بنشوفها. وبعدين ابتدينا نجدد، نقعد نعمل تصميمات مع الخزف نفسه ونطور منه عشان يبقى عنده بدل العامل العاملين يشتغل على حاجه وتطلع بكواليتي كويسه. وبنحاول نوصل البرودكت بتاعنا لاكتر من ذوق. ففي عندنا برودكت بتبقى متنوعه عشان توصل للذوق العام. وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا كل برودكت بنطلعه يبقى طالع منه روح للحد اللي جاي ياخده.